اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج باختصار. اليوم معنا ضيفه اعلاميه متميزه، ظهرت على قناه سهيل سابقا والان تظهر على قناه السعيده. الشرق العطاب، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك كرون. الشرق العطاب قانون البرنامج، معنا ثلاثة اسئله. السؤال الاول تجاوب عليه في 40 ثانيه، السؤال الثاني في 30 ثانيه، السؤال الاخير في 20 ثانيه. نبدا؟ تفضل. الشرق العطاب، تناقش مواضيع جريئة. هذه المواضيع أول مرة حد يناقشها على مستوى قد يكون القنوات اليمنية. ليش إشراق العطاب بدأت تناقش هذه المواضيع؟ 40 ثانية. طبعا يمكن أنت تقصد قبل فترة بسيطة ناقشت الاضطرابات الجنسية عند الرجال، كذا بصراحة الموضوع يمكن أول مرة يناقش، بس بصراحة الموضوع مهم جدا. الموضوع أصلا يعني إحنا أصلا محتاجين له أحسن مما يلجأ الكثير من الناس إلى مواقع النت وكذا، فالأفضل أنك تناقش بطريقة علمية أفضل ما تخلي الناس يعني إلى حد ما يلجأ إلى أشياء ثانية، فيأخذها بطريقة علمية من طبيب مختص أفضل يعني. فقط يعني هذا هو. السؤال الثاني، إشراق، معك من 1 إلى 30، اختار الرقم. 1. 1. مفهوم التسامح في رمضان، مفهوم التسامح بشكل عام إيش؟ يعني بالنسبة لي مثلا كيف بيكون؟ بالنسبة طبعا لإشراق، طبعا مفهوم التسامح يعني يعتبر أيضا من أهم الأشياء اللي لازم المسلم مش فقط في رمضان يمتنع فقط عن الأكل والشرب أو كذا، لا، هي أخلاقيات أصلا لازم يعني يلتزم بها أو لازم يتصف بها، من ضمنها التسامح. يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في أكثر من آية لأنه فعلا صعب. فبالنسبة لي يعني فعلا الشخص اللي يقدر أنه في أكثر من شيء يصلي دائما حتى في قمة الغضب للتسامح، هذا شيء كبير جدا وخصوصا في رمضان. السؤال الثالث، حلو دقائق خمت خاتم. السؤال الثالث، شرق، اختاري من 1 إلى 30. طيب 15. 15. رسالتك إلى وزير الأوقاف في 20 ثانية. وزير الأوقاف، والله هو بشكل عام وزير الأوقاف ولا غيره، يتقوا الله في الناس فقط يعني. شرق العطاب، شكرا لك، حتى برسالتك الأخيرة مختصرة. شكرا لشرق العطاب.